أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته السيدين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم وفقنا وبين على عمله العلم والعمل الصالحين. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى تفصيل القول في قضية علاقة القمار، وتقدم الحديث حول ما أشار إليه من كلام حول آلتين النبي والشطرنج. قلنا بأن حرمة هاتين الآلتين باعتبار كونهما آلتي قمار، وأشار أيضا المصنف إلى لعبة أخرى أو آلة أخرى أو على لعبة أخرى وليست آلة، وهي البقيرة، تضمن الباء والموحدة كما قال الشارع، وتجديد القاف مفتوحة، وتكون الياء المثنى من تحت وفتح الراء المهملة. كله لأنه لماذا تذكر مثل هذه العبارات؟ هذه العبارات إنما تذكر باعتبار أن الكتب السابقة كانت هذه الكتب ربما تكتب بطريقة يمكن أن يحصل فيها تصحيح، يعني تقرأ الكلمة بأكثر من صور، وربما يصحح المعنى بسبب تصحيح الله. لذلك القدماء كانوا يحرصون على عدم وقوع التصحيح في كلامهم، خصوصا في مثل هذه المباحث التي هي مباحث فيها أحكام شرعية، واختلاف الكلمات بسبب التصحيح قد يؤدي إلى خروج يعني الحكم بطريقة مشوهة كما هو يعني واضح. ومن هنا يكثر الشارع من يعني من تحديد تلفظ بعض الكلمات بسبب ماذا؟ بسبب مثل هذه الحالة، حتى لا تحصل مثل هذه الحالة التي يعني قد يترتب عليها تشويه في يعني ويعني خروج الحكم بطريقة يعني غير مقصودة. يقول الشارع: قال الجوهري هي لعبة للصبيان، وهي كومة من تراب حولها خطوط. وعن المصنف رحمه الله أنها 14، بس بالحقيقة 14 ظاهرا يعني هاتان يعني تقريبان يعني هذان التقريبان لهذه اللعبة. لعبة البعض كما يقول الشارع بأنها يعني كومة من تراب حولها خطوط. هذه صيغة من صيغة هذه من الصيغ المذكورة للعبة أو من التذكيرات التي ذكرت في لعبة البقية. ويقول أيضا المصنف ذكر بأنها 14، حتى 14 ظاهر هي كما يعني كما يرتكب في الأذهان ناقل يعني اللعبة للأطفال لعله، وربما حتى لعله البعض يعني الكبار، ولعل الأكبر يعني الأطفال يكونون أكثر اهتماما بهذه اللعبة. هو لعبة توضع حفر، توضع فيها بعض القضايا وتكون لها طريقة آلية للنصر فيها يعني كما هم معلوم. فيقول هذه عبر عنها بالأربعة عشر، فيها يعني مجموعة من الحفر توضع فيها بعض الأمور التي ينقل يعني ذلك الشيء الذي يوضع فيها من مكان إلى مكان. هناك آلية خاصة إذا وصل إلى عدد محدد، مثلا بعضهم في مثلا في حفرة من هذه الحفر ربما يجمع هذا يعني الذي يحصل، إذا جمعه يأخذه في جهته، فكأنه الشخص الذي يجمع أكثر مقدار من يعني من تلك الأدوات المستعملة، لعله يستعملون مثلا النوى أو يستعملون أمور أخرى، الذي يجمع أكبر مقدار ظاهرا هو الذي يكون مثلا هو الذي يكون فائزا بهذه اللعبة، لعله هي من يعني هذا النوع اللي أنا أشرته. فيقول المصنف هذه إحدى اللعب التي كانت تستعمل للمقامرة، فترى الحقيقة ربما في هذا الزمن ربما لا توجد يعني لا يوجد استعمال مثل هذا النوع من اللعب. لعل هناك لعب الآن جاءت مثلا في يعني في الحياة غير هذه اللعبة، لعله تطورت واستعملت الآلات الآن، لعله استعملت الآلات الآن من أجل مثل هذه اللعب، يعني هذه الآلات التي تستعمل في المقامرة. فهذه المقامرات الآن لها صيغ مختلفة، وهذه الحالة وهي حالة المقامرة بعد لا نحتاج إلى أن نقول مثلا اللعبة الفلانية أو اللعبة الفلانية كما أشار يعني المصنف إلى هذه اللعبة، لأنه هذه اللعبة
إنما أشير إليها باعتبار أنها يعني اللعب التي وردت في بعض النصوص، يعني ورد في بعض النصوص أنها ماذا؟ أنها يعني محرمة بسبب ماذا؟ بسبب كونها آلات للقمار. ولكن لو تطورت بعض الآلات الأخرى، أو صنع الإنسان آلات أخرى أو أدوات أخرى من أجل المقامرة أصلاً به، هنا عندما ينظر الفقيه إليها ينظر إليها بنفس النظر، وهو أنه هذه لعب تستعمل للقمار، والقمار يعني أمر محرم، المقامرة أمر محرم لأنه أخذ بالمال يعني بطريقة شخصية، يعني بطريقة ليس فيها نقل وانتقال، لأن الشريعة لا تقبل بتسلط الإنسان على مال غيره ما لم يكن هناك سبب ناقل، يعني هناك سبب ينقل المال من ذمة إنسان أو من ملكية إنسان إلى ملكية إنسان آخر. وهذه اللعبة أو غير هذا من يعني من يعني غيرها من اللعب ربما يعني تكون مقبولة عند هؤلاء، ولكنها عند الشارع لا تكون ماذا؟ لا تكون ناقلة كما هو معلوم. بل ليس هذا فقط، الشارع أصلا لا، حتى الآن هو من الذي يلعب بها؟ هذا أمر يعني المعروف أن هذه اللعبة تبدأ مثلا يبدأ الإنسان اللعب بها وهو صغير، ولكن في الحقيقة لما يقال بأنها محرمة، طبعا هذه كلمة محرمة لا تنتقل بعد موجهة إلى الصبيان بما هم يعني الصبيان، باعتبار أن هذا الحكم إنما هو حكم تكليفي، والحكم التكليفي بعد يخص المكلفين فقط. ولكن يكثر استعمال هذه اللعبة في زمن الصبا، ثم بعد ذلك الإنسان قد يصل إلى سن التكليف وماذا ويبقى يلعب بها، نعم بمقدار، يعني لعله هي هذه الخصوصية لهذه اللعبة، يبقى بمقدار. بس في زمن المصنف لا ندري هل كانت هذه اللعبة من يعني بهذه الطريقة التي الآن نحن نجدها أن الناس في زمن الصبا تلعب بها، ولكن عندما يطورون لا يلعبون. بل ليس هذا فقط، أن الصبيان في زمن الصلاة عادة لا يلعبون بها مقامرة، إنما يلعبون بها تسلية، ليس أكثر من هذا الكلام. لعله في زمانهم كانت القضية تختلف، لعله كانت في زمانهم تعتبر من اللعب التي يكثر التعاطي، يعني يكثر التعاطي فيها حتى بين الكبار ويقامر بها. فإذا كانت كذلك هذا الأمر يخص ذلك الزمن. وقلنا سابقا بأن القضية إذا زال عنها الوقت عند ذلك قد لا يبقى العنوان، يعني لا يبقى الحكم ثابتا لها باعتبار يعني ندرة العمل بها او لانها زالت مثلا عن الاستعمال. نعم طبعا هنا بعد مسألة انه هذه اللعبة، هذا حتى يعني نأسسه انه هذه اللعبة باعتبار ترك اللعب بها، هل زال عنها عنوان القمار او لا؟ ان كان قد زال عنها عنوان القمار فيمكن اللعب بها تسلية، أما إذا لم يظهر هذا العنوان فبعد هذا العبد لا تسلية ولا غيره. الآن إحنا عندما ننظر إلى مثلا بعض اللعب الموجودة في يعني في الساحة سنجد أنه مثلا هذه مثلا الدومينو، مثلا هذه الدومينو لعبة يكثر استعمالها في المقاهي ولكنها لعبة قمارية، لكن الإنسان بالنسبة إلى اللعب القمارية ما دام العنوان باطن عليها، لأن الناس تلعب بها من أجل ماذا؟ الربح، ويتقامر أحدهما الآخر، هذا الربح البسيط اللي هو يعني إنسان مثلا يدفع مشاريب مثلا القهوة أو ما شابه، هذا نوع من أنواع القمار، فهذا نوع من أنواع التسلط على مال الغير بدون وجه حق. فإذا كان العنوان باقيان، يعني باقي أن هذه اللعبة كذا بهذا العنوان الذي هو عنوان آلات القمار، بعد ذلك لا نحتاج إلى أن يقول شخص مثلا أنا ألعب بها من دون رهن، يعني بدون مراهنة، لا، نقول المراهنة هذه إنما تحرم وتحلل الألعاب التي في أصلها حلالا، يعني من قبيل كرة القدم، لو كانت كرة القدم تعمل يعني يقوم بها الإنسان مع الرهن فتكون ماذا؟ تكون محرمة. كذلك المصارعة، كذلك الملاكمة، غير ذلك من اللعب اللي هي لعله في أصلها قد تكون جائزة، ولكن يعني في أصلها، لأن الملاكمة بها كلام بين الفقهاء، الملاكمة لعله بها كلام، مثلا المصارعة مثلا حمل مثلا الوزن الثقيل، حمل الحجر الثقيل، هذا في حد نفسه لا مشكلة فيه، لكن لو كان هذا سببا للرهان عليه أو كان هذا مع الرهن، عند ذلك يحصل ماذا؟ تحصل الفقه من هذه الجهة، من جهة ماذا؟ من جهة المراهنة.
فمثل الدومينو مثلا هذه الناس الان قد في بيوتهم يلعبون بها، لا يلعبون بها ماذا؟ لا يلعبون بها من اجل المقامره، لا يلعبون بها من اجل ماذا؟ من اجل التسليه، يجي يقضون اوقات كما يقول بعضهم مثلا، يجي يقضي الوقت مثلا، يجي يستنزف الوقت. مع هذا الامر ما دام وصف الالات وهي الات القمار باقيا عليها ولم يعني يزول عنها هذا الوصف فانها ستكون محرمه سواء لعبت من اجل التسليه او كانت ماذا؟ او كانت معرمه. نعم. لا لا، المصنف هنا عندما اشار الى هذه اللعاب، المصنف هنا اشار الى هذه اللعاب واعتبرها جميعا ماذا؟ واعتبرها جميعا الات عليها وصف القماريه او عليها وصف اللهويه، وبذلك لم يفصل، قال بانه الات القمار كذا وكذا وكذا، انتهى، ليس عنده ماذا؟ ليس عنده تفصيل، لان الفقهاء الذين فصلوا ماذا فصلوا؟ فصلوا قالوا بان التفصيل هذا دار مدار ماذا؟ دار مدار هذا الوصف اللي هو آلات القمار. والكتاب المصنف هذا كتاب وضع من أجل ماذا؟ من أجل الاختصار، يعني وضع من أجل بناء دولة، فكان هذا الهدف منه أن يراعى الأحكام بصورة مختصرة. فالمصنف عندما أشار إلى هذه الألعاب أشار إليها بما لها من العنوان، وبالنسبة إلى هذا العنوان فإنه عنوان يعني يستوجب ماذا؟ يستوجب التحريم. ومن هنا هذا الآن العنوان عندما ينظر إليه على أنه يعني عنوان محرم كما هو معلوم. ومن هنا ما عاد ما نحتاج بعد أنه ننظر يعني في كلامه، لأنه كلامه هنا ليس فيه تفصيل، ما عندنا في كلامه تفصيل، لا إذا أردنا معرفة رأيه في التفصيل قد يكون هذا تحتاج إلى مراجعة كتب أخرى، باعتبار هنا لم يتعرض إلى تفصيل في البين. فعلى هذا كل هذه الأدوات التي أشار إليها وكل هذه اللعب التي أشار إليها إنما أشار إليها على أساس أنها يحرم اللعب بها مطلقا، يعني باعتبار ليس هناك فيها ماذا؟ فيها قيد أو ليس يعني ليس هناك فيها أي قيد. قال المصنف: وبيع السلاح بكسر السين من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها لأعداء الدين. حتى هذا المحرم الآخر، هذا المحرم قد يقال فيه هذا من المحرمات التي ليس المقصود بها المحرم، لا لا، هذا من الأمور التي تفضي إلى المساعدة على المحرم، هي في نفسها ليست محرمة، هي في نفسها قد يكون ماذا؟ قد يكون المقصود منها ليس ماذا؟ ليس هو الحرام، يعني كما هو بالنسبة إلى الشطرنج وآلات إلا هو آلات القمار. أما هذا الفعل وهو بيع السلاح يعني هو في نفسه قد لا يكون من هذا القبيل، يعني المقصود به الحرام، ولكن هو يفضي إلى المساعدة على المحرم، كما قال يعني كما عنون ذلك صاحب الشرائع عندما قال: وما يفضي إلى المساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين، العبارة التي أشار إليها الشرع. هذا أول. الثاني أن المقصود بأعداء الدين من هم؟ لأنه عندما ينظر الإنسان إلى عبارة أعداء الدين يحتمل أن المقصود من أعداء الدين هم المخالفون ماذا؟ في الدين، لأنه أعداء الدين يعني الذي يكون عدوا للدين، الذي يكون عدوا للدين هو من لا دين له، هذا الذي لا دين له هو مثلا هو الكافر مثلا، هو المشرك مثلا. هل يمكن أن يكون تكون كلمة أعداء الدين شاملة لغير الكافر، شاملة لغير مثلا المشرك؟ يقول الشارع: نعم، القضية ليست مختصة بالكفار والمشركين، فإن أعداء الدين كما يمكن أن يكونوا من الكفار كذلك يمكن أن يكونوا ماذا؟ من المسلمين. المسلمون الذين الإسلام يشملهم بعناوينه الظاهرة، لأن الإسلام تحت بالعنوان الذي هو معروف عند الجميع، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو يعني هذا هو المقدار الذي يجمع بين جميع الأفراد الذين يعنونون بعنوان الإسلام. فإذا هذا المقدار
هو يمكن ان يكون مشمولا لمثل هذا الوصف وهو وصف اعداء الدين. يقول الشارع نعم هؤلاء الذين يعبر عنهم باعداء الدين ليس بالضرورة ان يكونوا ماذا؟ ان يكونوا كفارا، فقد يكونون من الكفار وقد يكونون ماذا؟ من المسلمين. ليس هذا فقط، بل قد يكونون يعني من الذين يقومون بافعال خاصه، هم يعني مسلمون ويقومون بافعال خاصه. هذه الافعال الخاصه هي مثلا تسليب الناس، مثلا قطع الطريق على الناس، محاربه الناس، مثلا اخافه الناس، مثلا. هؤلاء ايضا يمكن ماذا؟ يمكن ان يصدق عليهم اعداء الدين، ومنهم كما قال قطاع الطريق. واضح؟ في حال الحرب أو التهيؤ له لا مطلقا. حتى ومنهم قطاع الطريق، هذا واضح. الآن عندما ينظر إلى هذه القيود التي هي قيد في حال الحرب أو التهيؤ مطلقا، هذه يعني ما المقصود منها؟ يعني عندما يكون هناك حالة حربين أو حالة سلمين أو حالة تهيؤ، لأن هذه أرواح متعددة. نحن عندما نكون في حالة الحرب مع الكفار فالقضية ماذا؟ فالقضية قد يعني قد تكون واضحة. أما في حالة الهدنة مع الكفار ماذا يحصل؟ لأننا عندما نتحدث عن هذه القضية نتحدث عنها ليس في كل الظروف، فإن الكفار ليس بالضرورة أن يكونوا محاربين لنا على طول الزمن، لأنه عندما يكون حالة حرب فإن المساعدة تكون واضحة. عندما تكون حالة تحضير للحرب كما قال حالة تهيؤ، عند ذلك يكون ماذا؟ عند ذلك يكون هذا الأمر يعني واضحا أيضا، يعني درجة أقل ولكنه أيضا واضح. أما لو قلنا بأنه لا، هؤلاء ليسوا في حالة حرب وليسوا في حالة تهيؤ للحرب، يعني لا يحضرون أنفسهم لمحاربتنا ولا هم يحاربوننا بالفعل، فهل يمكن لنا البيع في حالة ماذا؟ في حالة يعني في حالة الهدنة؟ تقولون ذا في حالة الهدنة القضية مختلفة. لماذا؟ لأنه في حالة الهدنة ليس هناك ماذا؟ ليس هناك إفضاء ومساعدة على أمر محرم. لماذا؟ لأنه قد يكون لهؤلاء يعني إذا لم يكن هم يعني لو إذا لم يكن الكفار أو المشركين في حالة حرب مع المسلمين وكانوا يحتاجون السلاح، معنى ذلك أي شيء يحتاجونه؟ إذا يحتاجونه لحرب غير المسلمين، وحرب غير المسلمين ليست مشكلة بالنسبة إلينا، ليس البيع لهم بهذا يعني بهذا اللحاظ، ليس البيع عليهم ماذا؟ يعني للاستعانة على حرب الكفار، عند ذلك ليست هناك مشكلة. لماذا؟ لأنه المحرم هو ما يكون ماذا؟ ما يكون إفضاء لأمر محرم الذي هو حرب المسلمين، سواء بينهم أو بين المسلمين وغيرهم من الكفار. عند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن القول بأن هذه الحالة وهي حالة التحريم، هذه جاءت من أي شيء؟ جاءت من حالة الحرب الفعلية أو التهيؤ للحرب، يعني الذي هو حرب مع المسلمين مع أصحاب الدين. أما لو كانت قضية يعني أو كانت القضية ليست في هذه بل كانت مثلا في حالة هدنة، عند ذلك ليست هناك مشكلة. بل لو كانت هناك حالة استعانة في يعني في نسبة إلى هذا الأمر على الكفار، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يجوز ذلك. هذا الأمر من وين جاء؟ هذا التفصيل نقول هذا الأمر جاء من خلال الروايات التي أشارت أن المسلمين يجوز لهم أن يحملوا للمشركين تجارة. يأتي الإمام ليقول ماذا؟ ليقول لا بأس أن يأتي المسلم ليحمل التجارة إلى المشركين. يقول لا بأس، وماذا يقصد بلا بأس؟ يقصد بلا بأس يعني أن يتاجر معهم بجميع أنواع التكسب ما عدا ماذا؟
ما عدا مثلا السلاح. فيقول اذا لم يكن بين تجارته مثلا سلاح لا مشكله في البيع. اما اذا وصلنا الى بعض الروايات، نظرنا في بعض الروايات، سنجد ان البعض من اصحاب الائمه عندما يسال بعض الائمه عن انه هل يمكن لنا ان نحمل سروجا، نحمل ادوات حرب الى مثلا الى يعني المخالفين، الى الذين يحاربون الدين او ما شابه، يقول لهم ما دامت القضيه اصبحت الان في حاله هدنه، ليست هناك مشكله. لكن اذا حصلت هناك قضيه خلاف ومباينه وحرب، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن لنا ان نقول بان هذا الامر يكون ماذا؟ يكون امرا محرما. وكذلك الحال عندما يسأل بعضهم الإمام بعض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بأنه كان في وقت من الأوقات كان يحمل السلاح، لا بعض المخالفين، البعض الذين يمكن أن نعبر عنهم بأنهم أعداء الدين، ولكنه بعد ذلك استبصر، عرف الحقيقة، وكان من الذين ربما في صف هؤلاء، فكان يبيعهم السلاح. بعد ذلك عندما علم هذا الوضع وعرف الحقيقة ماذا حصل؟ هل يعني بقي على وضعه؟ يقول لا، أنا لم أبقى على وضعي، ولكن أنا عندما كنت أبيع ذاك الوقت، الآن أنا في حالتي مثلا حالة جديدة، حالة هداية، هذه حالة الهداية جعلتني أتضايق مما كان مني في الأزمنة المتقدمة عندما كنت أبيع السلاح لهؤلاء. و بعد ذلك أقول هؤلاء أعداء الله، فإذا كانوا أعداء الله وهم معلوم يعني معلوم أنهم من أعداء الدين، فهنا يعني أتوقف فأسأل الأئمة، أقول بأنه هؤلاء هم أعداء الدين، فبعد أن أصبحت مستبصرا عارفا بحقكم، هؤلاء لن أتاجر معهم، لماذا؟ لأنهم أعداء الدين. فالإمام يقول له لا، ليس الأمر دائما هكذا. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان قد يكون هؤلاء أعداء الدين من خلال التسلح يدفعون ماذا؟ يدفعون عدوا خاصا بالجميع، يعني بجميع الذين يصدق عليهم يعني الإسلام، يصدق عليهم الإسلام بأن يدفعوا مثلا شر مثلا الروم مثلا. أما لو حصل ماذا؟ أما لو حصلت حالة حرب بين أهل الدين وبين هؤلاء المخالفين الذين مثلا هم أهل الشام كما في الرواية، عند ذلك لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يحمل يعني عليه سلاح. نعم لو كانت القضية قضية حمل السلاح من أجل يعني الحرب مع المشركين، نعم القضية ماذا؟ تكون هكذا. فلذلك الإمام دائما كان الأئمة يؤكدون على ماذا؟ على أن القضية في حالة فتنة أو في حالة حرب أو في حالة تهيؤ للحرب، هنا الإنسان الذي يعمل بهذه المهنة عليه ماذا؟ عليه أن يتوقف عن بيع السلاح. أما لو كانت ماذا؟ حالة هدنة أو كانت حالة حرب، ولكن ماذا؟ مع عدو مثلا مشترك للبائع والمشتري، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن البيع. هذا كله بالنسبة إلى ما أشار إليه الشارح بقوله السيف والرمح والقوس والسهام. أما بقية الأمور التي هي قد تعتبر ماذا؟ من أدوات الحرب، ولكنها ليست سيفا ولا رمحا ولا قوسا ولا سهما، هذه الأمور من قبيل الدرع، من قبيل البيضة، هذه الأمور اللي إحنا من قبيل نعبر عنها بأنها سيفوس، يعني أمور تحمل الإنسان أثناء الحرب. هل هذه يمكن ولا يمكن أن تكون مشمولة؟ يقول الشارح لا، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن الأصل في أن مثل هذه الأمور ليست ماذا؟ ليست سلاحا، إنما هي ماذا؟ إنما هي يعني وقاية من السلاح. ولو قول يعني على القضية التي يعني التي حصلت، أنه لو فرض أنه مع تحقق النهي ومع ثبوت النهي، هل يمكن لنا أن نفترض القضية، يعني نفترض هذه قضية البيع التي هي ماذا؟
التي هي يعني قضية منهي عنها. لو فرض أن هذا الأمر حصل والإنسان حصل منه بيع، فهل الإنسان يملك الثمن أو لا يملك الثمن؟ لأن هذه قضية كأنه ماذا؟ كأنه لو حصلت، كأن هذه القضية لو حصلت يمكن ماذا؟ يمكن أن يترتب عليها أثر أو لا يترتب عليها أثر، لأننا قلنا بأن هذه الأسلحة مختلفة. فعندما يأتي الشارح في كتاب آخر يقول لو فرض تحقق النهي عن البيع ومع ذلك الإنسان يبيع هذا الأمر، فهل يصح منه ذلك؟ إذا صح منه ذلك يعني معناه أنه ملك هذه الأمور أم لا؟ أن الأمر يقول ماذا؟ يقول في أصله باطلا. وقع الكلام يقول الشارح في هذه المسألة بين من قال أنه يمكن أن يملك الثمن، لأن هنا مسألة وهي أنه البيوع التي ينهى عنها هل هذا النهي يكون ماذا؟ سببا لفساد البيع أو لا؟ ليس سببا لفساد البيع، لأن هناك ماذا؟ هناك بعض البيوع التي يكون ماذا؟ تكون فيها شروط، هذه الشروط إذا انخرمت أو جاء نهي عليها يكون ماذا؟ النهي مثلا في بعض الأمور التي هي أمور علاجية قد يكون ماذا؟ قد يكون واضح الصراحة مثلا في البطلان، ولكن الأمور المعاملاتية ليس بالضرورة أن يكون النهي فيها موجبا ماذا؟ موجبا للبطلان، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان أساسا النهي متوجها إلى ماذا؟ إلى نفس العوض، إلى نفس المعوض، هذا اللي هو يترتب، الذي هو الأثر الذي يترتب على عملية البيع. عند ذلك يقول الشارح بأن في هذه المسألة لو حصل النهي هل هذا يكون من قبيل مثلا النهي الذي يكون مثلا في يوم الجمعة عندما يقال بأنه لا يجوز البيع أثناء مثلا أثناء هذا الوقت المخصوص، فيقول مثلا لو باع الإنسان هل يملك ذلك الثمن أو لا يملك ذلك الثمن؟ يقولون مثلا هناك بأن هذا نهي تكليفي، وهذا النهي التكليفي لا يؤثر على ماذا؟ لا يؤثر على امتلاك الإنسان للثمن بالرغم من أنه قد ارتكب محرما. فهل القضية هنا كالقضية هنا؟ يقول الشارح لا، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه أساسا أنه متوجه إلى المعوض نفسه وليس ماذا؟ وليس إلى العملية بما لها من يعني من الخصوصية اللي هو نهي تكليفي كما هو معلوم. وبالتالي يمكن لنا القول أنه حتى لو حصلت هذه العملية فهي لا تؤثر ماذا؟ حرمة وانتقالا بالملكية، لا، بل هي تؤثر حرمة وماذا؟ وبطلانا كما هو معلوم. فإذا أثرت بطلانا فطبعا واضح أن الحرمة يعني تتبع مثلا شروط تحقق الحرمة. تفضل. نعم. نعم، المسلمين كانوا يكافئون قطاع الطريق في حال الحرب أو التهيئ له لا مطلقا. نعم، حتى هذا العبد لا مطلقا يريد يبين بأنه ترى احنا لما نقول أن هناك حرمة في البيع ويعني في غير البيع، فإنه ماذا؟ كأنه هذه القضية في البيع وفي في البيع أثناء الحرب أو أثناء التهيئ للحرب، هذا كأنه ماذا؟ كأنه هذا أمر عام، أمر لا خصوصية فيه. لكن هذه القضية أساساً هذه القضية أساساً عندما تكون المباينة بينهم أو يعني المخالفة والحرب أو التهيئ للحرب بينهم وبين من؟ وبين أهل الدين. فإذا كانت القضية لا، أن أهل الدين بينهم وبين هؤلاء المشترين ما لا حالة هدنة، يعني لأنه هذه حالة الحرب وحالة التهيؤ، هذه حالة خروج عن الهدنة. إذا كان الأمر غير هذا، يعني بأنه ليست حربا ولا تهيؤ للحرب، عند ذلك يمكن لنا أن نقول بأنه هذه المطلقة المنفية هنا هل تنطبق في هل تنطبق على جميع هذه الأصناف؟ الظاهر من بعض الكلمات كما يعني يشير بعضهم
إلى أن هذه القضية التي هي قضية الـ يعني قضية الـ قضية الحرب والتهيؤ هذه عامة، يعني عندما يتحدث عن بيع السلاح إنما نحرمه في حالة الحرب مع أهل الدين أو في حالة التهيؤ للحرب مع أهل الدين. أما أنه لو فرض أنه ليست هناك حالة حرب، فهل هذه حالة الهدنة تختص بأن يباع السلاح لمن هو في حالة هدنة مع أهل الدين من الذين يخالفونهم، يعني الذين يكونون مسلمين ومخالفين، أو أنها تشمل الجميع؟ بعض الكلمات كما في كلام الشارع في كتاب المسالك ربما يفهم منه ماذا؟ ربما يفهم منه على أنه ماذا؟ على أنه لا، ليست القضية خاصة به، ليست القضية خاصة، يعني ممكن تكون عامة، أنه الذي يكون معك في حالة هدنة يعني يمكن أن تبيعه السلاح، لا مشكلة في ذلك. أما البعض الآخر ربما يقول لا، هذه القضية وهي قضية الهدنة إنما تخص المخالفين فقط، وأما المشركين فكأن القضية معهم قضية ماذا؟ قضية محسومة. لماذا؟ يعني أما يعني لماذا قضية المسلمين مختلفة؟ قضية المسلمين مختلفة لأنه أصلا قضية أن يكون الإنسان مخالف ويباع له السلاح كأنه ليس له عنوان آخر إذا لم يكن محاربا. أما إذا كان ماذا؟ أما إذا كان شخصا مشركا، يعني شخصا كافرا، وجاء الإنسان وباعه السلاح في زمن هو زمن هدنة وزمن سلام، فإنه حتى في هذا الزمن يعتبر ماذا؟ يعتبر تقوية للمشركين أو تقوية للكافرين. فهؤلاء نظروا إلى هذه القضية، فلا أدري، لا أستطيع الجزم بأن صاحب يعني الشارع صاحب المسالك قد قال بهذا الكلام، ولكن ظاهر كلامه أنه يقول بأنه أما بدون الحرب فلا، يعني بدون تفصيل يقول منهم إنما يحرم مع قصد المساعدة أو في حالة الحرب أو التهيؤ له، أما بدونها فلا. هذا كلام، فهذا يظن منه أنه ماذا؟ أنه كأنه لا فرق بين أن تكون الهدنة مع المخالف المسلم أو تكون الهدنة مع ماذا؟ مع الكافر المسلم، لا فرق بين ذلك، باعتبار أنه ماذا؟ أنه لا يشكل خطرا على المسلمين. ولكن الروايات التي قرأنا بعضها في يعني في يعني أثناء البحث كأنها تشير ماذا؟ كأنها تشير إلى أن هذه الكلمة التي تجوز فيها يعني فيها حالة البيع لأعداء الله إنما كانت مختصة بالمخالفين، لا أنها عامة لهم ولغيرهم يعني من المشركين. فكأن هؤلاء كانوا أرفق، يعني الذين قيدوا القضية بكونها حالة الهدنة مع المخالفين فقط، كأنهم أرفق بالنص الشرعي من الذين قالوا مثلا بالتعميم. فلا أقول قالوا، وإنما يعني يظهر من كلامهم، من إطلاق كلامهم، أنهم لا يفرقون بين الهدنة مع المخالفين، ويعني في جواز البيع بين أن يكون المشتري مثلا مخالفا مهادنا أو يكون ماذا؟ مشركا مهادنا، يعني مشركا في حالة السير. هذا يعني ما يمكن فهمه في هذه المسألة، لعله نقف عندها مثلا يعني أكثر من ذلك، ندقق فيها أكثر من ذلك إذا كان تحتاج إلى التفصيل. بعد ذلك أشار إلى مسألة جديدة وهي إجارة المساكن والحمولة. إن شاء الله نقرأ هذا اللي ذكرناه ويعني نقف عند المطلب الجديد. قال فضلا ما مجدد النتي؟ ثم كان تذكر لو تنكر يعقل لا إذا توضيح للمطلب خب إذا توضيح يتوقف عليه المطلب خب مطلوب. أما لا أمر زايد أقوال مثلا زائدة مثلا ما مذكورة مثلا هذا قد تأخذها فقط من أجل الفائدة لكم لا أكثر ليس أكثر منها. أما لا مثلا شرح المطلب بيان العبارة يتوقف عليها مثلا فهم رأي المصنف فهم رأي الشارح هاي طبعا لابد قدونا في بالك. قال وبيع السلاح لكسر السين من السيف والرمح والقوس، حتى ما في هذا قبل ما قرأنا باهر.
قال والبقيرة بضم الباء الموحدة وتجديد القاف مفتوحة وسكون الياء المثنات، نعم من تحت، وفتح الراء المهملة. بعد هذه المصطلحات ما أعرف أنتم تفهمون يعني هذه المصطلحات. المثنات يعني اللي فيها نقاط اثنين، المهملة يعني التي تكون ماذا، التي تكون يعني في إقبال الذات، يعني المهملة يعني في إقبال الذات، لأن الراء المهملة يعني في إقبال الذات. نعم غير المنقطع فهم. قال أنا خلوا في بالكم من هاي يكثر استعمالها في الكتاب. قال الجوهري هي لعبة للصبيان وهي كومة من تراث حولها خطوط. وعن المصنف رحمه الله أنها 14. قال هذا بينا أنه ترى هذه لعبة من اللعب، واضح هي أساسا تبدأ مع الصبيان وقد تنتقل إلى حتى سن البلوغ. قال وبيع السلاح بكسر السين من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها لأعداء الدين. حتى أعداء الدين قلنا بأنه يمكن تسميهم بكونهم أعداء يعني كفارا أو لا يعني مسلمين. قال مسلمين كانوا أم كفارا، ومنهم قطاع الطريق في حال الحرب، حتى في حال الحرب يعني ترجع للجميع واضح، أو التهيئ له لا مطلقا، حتى إلا إذا كان ماذا، إلا إذا كان أنه الكفار يعني أخرجهم، إذا كان هو يريد التغيير كما هو يعني قد يفهم من هذا الكلام. ولا البقية، قال البقية الذين يكونون في حالة حرب أو تهيئ عند هؤلاء فقط في حالة الهدنة يجوز البيع لهم، أما الكفار فإنهم لا يجوز لهم البيع مطلقا كما فهمه مثلا بعضهم من يعني من كلام الشارع أو من خلال الروايات في الحقيقة وليس من كلام الشارع فقط. قال ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم، حتى لو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار، حتى بناء على هذا التفسير يعني بناء على تفسيرنا مطلقا أنه فقط الهدنة الخاصة بالمخالفين فيكون أراد من؟ لو أراد المخالفون بعد واضح لأن بعد يصير تفسير، أما لا لو فسرت لا مطلقا يعني كل من يكون في حالة هدنة، عند ذلك يكون ماذا؟ لو أراد الذين يكونون في حالة هدنة مع أهل الدين الاستعانة به على قتال الكفار. هذه العبارة قد يكون يعني قد يكون البعض يعني يرى بأن هذه يعني فيها مؤونة زائدة، لأنه قد يعني يكون أراد الاستعانة به على يعني الكفار على الكفار، فقد يقال بأنه الفهم الأول للعبارة يكون يعني أكثر يعني قربة. قال ولو أراد الاستعانة به على قتال الكفار لم يكن. هنا بعد ذلك أراد يحدد ما هو المقصود من السلاح. قال ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال، يعني حماية، الجنة يعني الوقاية للقتال كالزرع والبيرة وإن كرهوا، حتى هذا بعد اعتبار هو يعني داعي، لكنه على كل حال هو ليس بأمر المحرم، لأن المحرم إنما هو خصوص السلاح، وهذا لا يصدق عليه ماذا؟ لا يصدق عليه أنه سلاح، وإن كان قد يلعب دورا مثلا في الحفظ على حياة هؤلاء. هذا تمام الكلام في هذا المقطع، إن شاء الله يأتي الكلام في إجارة المساكن والحمولة للمحرم وبيع النبي في سبت القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.